مستقبل البلاد للناس اللي شغل حرية كلام وطنية شغل حرية كلام وطنية أن هذه الإجراءات متخذة ضد تونس وضد السيادة نتاع تونس، لأن تونس ما هيش تحدد في سياستها الاقتصادية انطلاقا من حاجاتها ومن مصالحها وإنما تفرض عليها من الخارج. كذلك الإجراءات هذه هي إجراءات ضد الطبقات والفئات الكادحة، مش فقط العمال والأجراء وإنما أيضا حتى الفئات المتوسطة، باعتبار أن الإجراءات المتخذة إجراءات تضرب التشغيل، إجراءات فيها زيادة في الأسعار، إجراءات فيها زيادة في الضرائب، وإجراءات فيها كذلك تأجيل الزيادات في الأجور. هذه الخيارات اللي ترفضها الجبهة الشعبية وترى أنها تتناقض مع الشعار الكبير اللي ترفعه في المسار الثوري واللي عبرت عليه الآن، وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية. تدعوكم الجبهة الشعبية من اليوم إلى خوض معركة حقيقية ضد خياراتها والإملاءات اللي خليها تحظى عليها اليوم. ورانا نريد أن ننبه مناضلينا وننبه التونسيين والتونسيات بمختلف شرائحهم أن هذه الميزانية لن تقود تونس إلا إلى مزيد تعميق الأزمة الاقتصادية الخانقة. ويذكروا القانون، هذه دولة الفساد، وهذه دولة الدفاع عن الاستغلال، وهذه دولة انتهاك سيادة المتحدة.